بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم، بونجور تو الموند. دونك افون دو كومونسي جو تيان رميرسي تو لي زابوني دو لا شين كي زون اكري دي كومونتير، نقدروا نقولوا يدلوا على حسن أخلاقهم وتربيتهم، لأن الإنسان الكلمة الطيبة صدقة، والإنسان كي يبذل مجهود ويحاول يقدم عمل الغرض منه هو أنه ينفع الناس، وأنه يترك صدقة جارية من وراه فقط، لأنكم نرجعوا للربح المادي. النوع هذا من الفيديوهات ولا هذا المجال بالذات ما عندوش مدخول مادي مقارنة بمجالات أخرى. دونك نعاود نشكر الناس اللي تحب صح لاشين وحكاية تتعلم وقاعد تستفاد، والناس اللي خلت لي دي كومنتير بيان باللي استفادوا من القناة واستنفعوا منها، وهذا هو الهدف. لأني أصلا كنت جيت نتبع التعليقات السلبية والتعليقات الأخرى، كنت صافي لونتون من قفلت على شان، باسكو بوغ موا ولات كي نسمع لي كومنتير هذوك ولا ان كاس تيت تو سامبلومون. شوف فيه الإنسان يضحي بوقته لأني نحاول في وقت الراحة تاعي، نورمالمون الوقت اللي أنا نرتاح فيه نحاول نقدم فيه عمل ينفع الطلاب، ينفع أساتذة اللي يكونوا جدد في الميدان. قداه من أستاذ اتصل بيا كان ديجا أن نوفو ريكريتي، ما كانوش عنده الدروس، ما كانش متحصل عليهم، ما عرفش من يبدأ، ما لقاش شكون يعاونوا، اتصلوا بيا وعاونتهم الكل. ونتحدى أي واحد لهنا اتصل بيا في أي حاجة أني نعاونه ورجعته تو سامبلومون. دونك نرجعوا للكور تاعنا، برك هذا بوان ونقفلوا لا ليني بوان لا ليني باردون، ونقفلوا البارونتيز هذه ونقفلوا الموضوع. لهنا راح نبروبوزي ان تيت ريفيزيون برك قبل ما نبدا في لا كوريكسيون تاع لي سوجي كي كانوا بروبوزي في الكونكور ولا سوليسيون تاعهم، وراح ندير دوطخ اكزرسيس كيف كيف في لو بوت تاع الريفيزيون. دونك لا بيريود هذه كامله ان شاء الله حتى نفوت الكونكور، لا شين راح تخدم غير مع لي جون اللي راح يعقبوا الكونكور دو دكتوراه، ونتمنى لهم من كل قلبي النجاح والتوفيق، لاني نعتبر نجاحهم يفرحني كفرحتي باحد اولادي اللي يقدر اللي ينجح في الكونكور كيف وكيفهم. دونك انا توجور الخير اللي نتمناه لاولادي نتمناه لطلابي تو سامبلومون، سواء كانوا طلابي حقيقيين في الجامعه ولا طلاب اترافير لا شين. دونك جو فو رميرسي انفينيمون، جو فو سويت بون كوراج بون شانس بوكو دو سوكسي ان شاء الله، وان شاء الله ابخي كونكور تعاودوا تتصلوا بلا شين وتفرحونا بالنجاح تاعكم. بيان سور لي زابوني فيدال نعرفهم ونعرفهم من تعليقاتهم، وما نلومش الناس اللي ما تعلقش، لاني واحده انا واحده من الناس ما بني في قداه من شان في شان، نتفرج لو كونتوني تاع لاشان هذيك يعجبني ما نخليش تعليق عادي، انا هذا الامر نتقبله. الانسان يعدي مرور الكرام اني ما نخليش تعليق خير من اني نخلي تعليق قادر يجرح الانسان هذاك. حاجه سهله في اليوتيوب انك كي تتفرج على محتوى سهلة، عجبك المحتوى راح تكمل الفيديو وتبقى ابوني في لاشين هذيك، ما عجبكش المحتوى ديزابوني من لاشين، ولا سي با لا بين دو ريغاردي لا فيديو في حد ذاتها، كل واحد يشوف اللي يساعده. سي كو لا بلوبار تاع لي جون هذوما اللي يديروا دي كريتيك باغي يكون انا شفتهم ونعرفهم بيرسونيلمون، انهم عندهم ان بروبليم في لا لونغ، سي كو المشكل كامل هو مشكل اللغه، لانهم ما يميتريزيوش اللغه الفرنسيه. دونك يروح يقعد يتفرج لا فيديو مش راح يحاول يدير مجهود انه يفهم، باسكو سورتو تريتمون سينيال يعني ماهوش ان فرونسي يعني اللي راح تدخل في الجرامير والاورثوغراف والكونجيزون والحوايج هذه، يعني بتي ديتاي ولا دي مو صعاب، جوست المو تتقبلو كيما راه تفهم لا ميثود تو سامبلومون، ماهيش ان كور. يعني كاين دوطخ موديول وين يحتاجوا ما بليش يحتاجوا انك تميتريزي لا لونغ باش تقدر تتبعهم. انا شفت تريتمون سينيال حق واحد من انيفو مويان يقدر يتبع الناس هادم، سكو التعليقات هذه اللي وصلتني ميم اترافيغ دي جروب فيسبوك، انه هو بعد ينصح الناس انهم ما يتبعوش لاشين، وهو واحد من الناس اللي ابوني في لاشين وما يراتي حتى فيديو منها. اليوتيوب عنده خاصيه انه يعطيك اسماء الاشخاص المنتمين لقناتك، يعطيك العمر، يعطيك المنطقه اللي جايين منها، دونك كاين دي دوني بيرسونيل يعرفهم صاحب القناة، يقدر يعرف
الناس هذم إنسان كيفاه ينصح واحد إنه ما يتبعش محتوى وهو قاعد يتبع فيه؟ وش يكون الهدف تاعو؟ الهدف تاعو باين، سي دي جون اللي ما عملش، انا بالك هو يحب يبعدهم بلاشين باش يكون هو يتكلاسا في الكونكور خير منهم بلاك. سي كو انا نشوف فيه الكونكور هذا ولا النجاح في الدكتوراه، واحد نجح اللهم بارك، واحد ما نجحش ماهيش نهاية العالم، بالك ربي كتب له الخير في مكان آخر وواحد ما عم باله، بالك كون نجح في الكونكور كان راح يصرى له مشاكل وتصرى له حاجة اللي راح تحطمه. ماهيش الناس كل اللي نجحت في الكونكور وكملت الباركور تاعهم في الدكتوراه قدرت انها توصل ولا انها تكمل ووصلت لافا. نعرف ناس ياسر عام زوز ديزيستي وراحوا، سواء نبع عليهم ربي بخدمه ولا ما حبوش، صراو لهم مشاكل في الجامعه ولا صراو لهم مشاكل مع المشرف تاعهم ولا كيلكو سوا لو تيب دو بروبليم اللي تعرضوا له. داكو دونك باش ما نطولش عليكم اكثر من هكا، نعديو الدرس تاعنا اليوم ان شاء الله راح ندير لكم ريفيزيون. راح نبداو بلا تيوري دو سينيال، نبداو بالموديول تاع تريتمون دو سينيال اللي تقرا في الاسكات، دونك تقرا في الدوزيام اني لينيسياسيون نقدر نقولوا في تريتمون دو سينيال. وش راح نشوفوا في الموديول هذا ولا في لابارتي هذه تاع تيوري دو سينيال؟ راح نشوفوا في الشابيتر نيميرو 1 دي جينيراليتي سور لي سينيو. الشابيتر نيميرو 2 جينيراليتي سور لي سينيو، راح نشوفوا لي سينيو دو باز اللي نستخدموهم بكثره في تريتمون دو سينيال. منهم l'impulsion de Dirac, Penny de Dirac, la fonction rectangulaire, la fonction triangulaire, l'exponentielle décroissante, منهم l'échelon unitaire. وكل نوع من لي سينيو هادو ما عنده استخدام خاص. نرجعو كون هزو باغ اكزومبل l'échelon، اي سينيال ندير الجدا تاعو ولا نضربو في l'échelon راح نخليه يولي ان سينيال كوزال. واش معناها ان سينيال كوزال؟ انه السينيال تاعي هذاك راح يولي ديفيني غير في لابارتي بوزيتيف، من يكون غير ديفيني غير في لابارتي بوزيتيف. دونك السينيال تاعي راح يكون ديفيني من زيرو حتى بلوس انفيني، وراح يكون نول في لابارتي دو موان انفيني جوسكا زيرو. داكوغ، كي نرجعوا لابيني دو ديراك، وقت نستخدموا لابيني دو ديراك نستخدموها في لابارتي ايشونتيوناج. كي يكون عندي ان سينيال وراح ندير له ايشونتيوناج، كيف ندير ليشونتيوناج؟ دونك جو دوا ملتيبلي السينيال تاعي با بني دو ديراك اكسيتيرا اكسيتيرا. دوزيام شابيتر راح نشوفوا لاناليز دو فوريي. لاناليز دو فوريي فيه دو غران زاكس. وش هما لي دو غران زاكس؟ فيه لا سيري دو فوريي وفيه لا ترانسفورمي دو فوريي. نعرفوا بلي لا سيري دو فوريي سي اون ريبريزونطاسيون ولا باساج من دومين تمبوريل دومين فريكونسييل، مي الي يوتيليزي بور لي سينيو بيريوديك. دونك la transformée de Fourier est utilisée pour les signaux apériodiques. Troisième chapitre, nous allons la transformée de Laplace qui est utilisée dans la partie du filtrage. On a besoin de faire laplacien pour simplifier des filtres, avoir des fonctions de transfert, etc. Chapitre numéro 4, nous allons voir l'approche de produit de convolution et comment calculer le produit de convolution. Qui m'a fait tous les sujets dans les concours, كاين دي زيكزارسيس وين يقول لك احسب لي لو برودوي دو كونفوليسيون. و لو برودوي دو كونفوليسيون كي يكون ان برودوي دو كونفوليسيون سامبل في الدومين تمبوريل، ان برودوي دو كونفوليسيون في الدومين تمبوريل تمبوريل باردون راح يولي ان برودوي سامبل سوا في الدومين فريكونسييل ولا في الدومين تاع زد انسي دو سويت. كي يكون سامبل في الدومين تمبوريل راح يولي كونفوليسيون في لوتر اسباس. سانكيم شابيتر راح نشوفوا لا كوريلاسيون دي سينيو. واش معناها كوريلاسيون دي سينيو ولا كون comment utiliser la corrélation et quand utiliser la corrélation. On termine avec chapitre numéro 6, qui fait la partie de l'échantillonnage et les signaux discrets. Donc, le plan de la cour, chapitre numéro 1, nous allons voir la vidéo, Inch'Allah. On a les signaux analogiques, discrets, nous allons voir ce qu'est le signal analogique, ce qu'est le signal discret. Nous allons voir les signaux particuliers. راح نشوفوا لي سينيو ديتيرمينيست وراح نشوفوا لي سينيو الياتوار وراح نتعرفوا على نوسيون دو بويسونس اي دينيرجي اللي تلقاوها بكثره في لي سوجي تاع الكونكور. كي نبداو نعرفوا لا تيوري دو سينيال، فوالا لا تيوري دو سينيال سي كوا؟ سي لا ديسكريبسيون ماتيماتيك تاع لي سينيو. تو سامبلومون انه كي يكون عندي ان سينيال
je dois le représenter mathématiquement. كيف ما représenter mathématiquement ولا كي ندير la transformation تاعو en équation mathématique. هذا الشيء يدخل تحت مسمى théorie de signal. دونك قبل ما نشوفوا théorie de signal نتعرفوا على واش معناها ان سينيال. Toujours, يقول لك le signal c'est le symbole mathématique d'une grandeur physique mesurable. Donc, en effet, il y a des signaux qui concernent la mesure ou la transmission d'information d'une source qui peut être un capteur ou bien un émetteur vers un destinataire, l'icône, un actionneur ou un récepteur. Toujours donc, on dit la source. À travers la source, je vais récupérer un message. Le message avec un le capteur, émetteur, à travers un canal de transmission. Et aussi, j'aurai l'opération inverse, donc un des récepteurs, actionneurs et le destinataire. La partie émetteur, canal et récepteur, tout le flap, tacht moussama, théorie de signal. Et l'ensemble, mes sources, hat un destinataire, tout le tacht moussama, théorie de l'information. Donc, le mot signal et l'information sont communs dans un langage courant. Le monde scientifique, ces mots ont des significations bien précises. Théorie de l'information, théorie de signal, ou lié au traitement signal. Bien sûr, tout le monde traite de mots, on va savoir en détail. Qui veut savoir c'est quoi la théorie de signal? C'est un ensemble des outils mathématiques qui permet de décrire les signaux et les bruits émis par une source ou modifiés par un système de traitement. D'accord? La théorie de l'information, c'est quoi? C'est l'ensemble des outils mathématiques qui permettent de décrire la transmission de messages véhiculés d'une source vers destinataire, qui m'a chauffé le schéma les qbel. Début, quand la source, l'arrivée, c'est destinataire. Donc, كل ما يصرى بين لا سورس و ديستيناتور كل يدخل تحت مسمى تيوري سينيال دركا نرجعو سي كوا لو تريتمون سينيال هو عباره عن انسومبل دي ميثود اي دي الغوريثم كي بيرمي دي لابوري او بيان دانتربريتي لي سينيو كي سون بورتور دانفورماسيون دونك مانيش راح نستخدم اي سينيال ولا راح نتعامل مع اي سينيال لازم يكون السينيال هذاك عباره عن سينيال كي بورت اون انفورماسيون دونك راح يعطيني معلومه والمعلومه هذيك نحتاجها théorie traitement pardon de signal comme les méthodes ou les algorithmes qui permettent lui ni je fais l'élaboration ou la ترجمه تاع les signaux هذوما qui sont porteurs d'information منهم كي نرجع côté élaboration عندي le codage modulation et changement de fréquence les mots هذو كل عدوا عليكم ممكن دي modules spécial par exemple codage c'est tout un module modulation etc côté interprétation nous avons c'est on peut dire que c'est les opérations inverses de l'élaboration. On a décodage, on a démodulation, on a le filtrage, on a détection, on a identification, etc. Donc, avant de passer les signaux, les talfou la chose واحد اخرى اللي هي لي سيستم وعلاه نسحقوهم لي سيستم هذوما نسحقوهم اكثر في لا بارتي فلتراج. Donc, كي نحب نعرف سي كوا ان سيستم سي ان ديسپوزيتيف كيلكونك qui va produire un signal de sortie en fonction du signal d'entrée. Donc toujours, on dit une grandeur à l'entrée qui passe à travers un système. Le système هذاك قادر ما يكونش نت يكون accompagné des perturbations, les قادرين يكونوا des signaux aléatoires ou la bruité pour arriver à la fin à une grandeur de sortie. Donc les dispositifs représentés par un modèle mathématique de type entrée-sortie qui apporte une déformation de signal, il y a la partie modulateur ou la partie filtrage. D'accord? Donc, on a un côté classification des signaux. Nous classifier les signaux qui ont plusieurs types de classification. La classification est phénoménologique ou bien statique des signaux. On dit deux groupes. On dit les signaux déterministes ou on dit les signaux aléatoires. Ou bien déterministes ou aléatoires, on dit les signaux apériodiques ou la aléatoire, pseudo-aléatoire, pardon. Maintenant, nous allons savoir c'est quoi les signaux déterministes.
Oui, l'évolution est prédite par un modèle mathématique, c'est-à-dire l'évolution en fonction de temps peut être parfaitement modélisée par une fonction mathématique. Donc, les signaux déterministes sont les signaux qui nous permettent نتبع التغير تاعهم ونجسدو بموديل ماتيماتيك. نهزو مثال لا تونسيون او بوند دان كوندنساتور، كلكم عديتو على تي بي في الالكترونيك وندرتو دي مانيب وكنتو تخرجوا باغ اكزومبل درتو ان بتي سيركوي وين فيه ريزيستانس او كوندنساتور، ان سيركوي سامبل ار سي، ان فيلتر باس با سامبل. دونك تحبوا تحسبوا لا تونسيون او بوند تاع الكوندنساتور، دونك لا تونسيون هذيك اللي تخرجوها راح تكون عبارة عن سينيو ديترميس، دونك سينيال عنده قيمة وعنده موديل ماتيماتيك خاص به. لي سينيو ديترمينيست هذوما نقدر نكلاسيهم هم بعد، نقدر نقسمهم إلى ثلاثة أنواع. وش هما الأنواع اللي عندي؟ عندي لي سينيو بيريوديك، عندي لي سينيو أبيريوديك، وعندي لي سينيو ترانزيتوار. داكوغ؟ إسبيرون كو سي كلير. دوزيام تيب دو كلاسيفيكاسيون اللي هما لي سينيو الياتوار. لي سينيو الياتوار لهنا راح يتقسموا لزوز، عندي لي سينيو ستاسيونير ولي سينيو نون ستاسيونير. توجور السينيال الياتوار سي بيان تعريفته في اسمه، سينيال عشوائي، إشارة عشوائية. مش معناها عشوائية اني ما نقدرش نتنبأ بالشكل تاع الإشارة تاعي، ولا انه يتغير بطريقة اني ما نقدرش نتعرف على لو موديل تاعي. صح ما نقدرش نعرف الشكل تاع السينيال الياتوار وما نقدرش نتنبأ بيه، مي لازمني هذاك السينيال نتريتيه، لازم نخرج منه معلومات. كيف ما نخرجها من المعلومات هادم، دونك الناس خموا وخدموا قالوا فوالا نقدر نخرج المعلومات هادم عن طريق لا موين وعن طريق لا لوا دو بروبابيليتي، ونحسبوا لا فاريونس ليكار تيب، نحسبوا لا فونكسيون دو تو كوريلاسيون دانتر كوريلاسيون اكسيتيرا. دونك لي سينيو الياتوار نقدر نقولوا فوالا هو انه لو كومبورتمون تاعهم تمبوريل الي امبريفيزيبل. امبريفيزيبل يعني غير متوقع. دونك اون بو با بريدير لا فالور ان تون تي، في لحظه زمن معين ما نقدرش نتنبأ بشكل الاشاره كيف هي راح تكون. في الحاله هذه لازم نلجأ لي بروبريتي ستاتيستيك تاع لي سينيو هذوما اللي هما لا موين ولا لوا دو بروبابيليتي. في حالة ما تكون لي بروبريتي ستاتيستيك انفاريونت دون لو طون، نقدروا نقولوا عليهم فوالا سو سون دي سينيو ستاسيونير. نهزو اكزومبل لو ريزولتا دان جي دو دي لونس توت لي سكوند، دونك في الحالة هذه جوري اون موين كي تيكالا 3 اي دمي اكسيتيرا. كملنا من الكلاسيفيكاسيون فينومونولوجيك، نرجعوا لدوزيام تيب دو كلاسيفيكاسيون اللي نعيطوا لها لا كلاسيفيكاسيون مورفولوجي، اللي في الحاله هذه اسكو لو سينيال تاعي لي ديسكري ولا كونتور. هذا الشيء مهم ولازم تعرفوه عن ظهر قلب. الحوايج هذم لازم تميتريزيهم وتفهموهم بيان ميم قبل ما تبدا تحل ليكزارسيس تاعك. كيما يقولوا توجور انه فهم السؤال نصف الجواب. ديجا كي راح يعطيك سؤال على حاجه وانت الحاجه اللي تفهمها وعندك عليها ايدي سي بيان تجيك سهله من بعد. داكوغ؟ في الكلاسيفيكاسيون مورفولوجيك ستادير وين يكون عندي السينيال باردون كونتينيو ولا ديسكري، عندي اون ديستينغ لي سينيو ا ايفولوسيون تمبوريل كونتينيو. كونتينيو يكون مستمر، ما عنديش تقطع بين النقطه هذه والنقطه هذه والنقطه هذه والنقطه هذه، الاشاره تاعي تكون متصله كل بعضها. في الحاله هذه نسميه ان سينيال كونتينيو ولا ديسكري. لا ميم شوز لهنا، سي كو لهنا عندي الشكل مستمر، لهنا يقدر يكون سو فورم ديشيل. داكوغ؟ هادي السينيال كونتينيو ولا ديسكري عندي نقدر نديرو كاتر كلاس. وش هما لي كاتر كلاس؟ انا نشوفهم في لا فيغور. اني ندير الباساج من الكونتينيو الكونتينيو، من الكونتينيو ديسكري جوري هذا، من ديسكري الكونتينيو عندي لا فورم 4، ومن ديسكري الديسكري عندي 2. دونك الاول اللي بالروج اللي هما لي سينيو انالوجيك. في الحاله هذه نقدر نقول باللي فوالا لومبليتود تاع السينيال تاعي ولو طون سون كونتينيو. اذا لومبليتود ولو طون سون كونتينيو. نرجع للنوع الثاني اللي هما نعيطوا لهم لي سينيو نيميريك. في الحاله هذه واش عندي؟ عندي لومبليتود ولو طون سون ديسكري. دونك في الاولى لومبليتود ولو طون كونتينيو، في الانالوجيك عندي لامبليتود دو طون سان كونتينيو، في النوميريك عندي لامبليتود دو لو طون سان ديسكري.
سي كلير. نرجع للنوع الثالث اللي هو السينيال كونتيفيي، اللي ندير الباساج من الكونتوني للديسكري. في الحالة هذه عندي لامبليتود اللي ديسكريت ولو طون كونتوني، داكور. كي نرجع للسينيال ايشانتيوني سي تو افي لانفيرس تاع الديسكري كونتيفيي باردون. في الايشانتيوني عندي لامبليتود الي كونتوني كيما غادي نشوفوها لهنا بالخطوط هذه الحمراء، مي الزمن لو طون يكون ديسكري. دونك جو في ماريتي ايسي باسكو لا فيديو ابارامون ا فورس ما هدرت في الديبيو تاع لا فيديو وصلت ل 20 مينوت، جو ميكسكوز على بالي ما تحبوش لي فيديو طوال، نحبس لهنا و لا بروشين فيديو ان شاء الله ندير لا سويت، ندير لا كلاسيفيكاسيون تاع لي سينيو سورتو كوتي انرجيتيك. لا بارتي هادي تانا مهمه والسؤال هذا يتكرر كثره في لي كونكور، توجور تلقاو ان اكزرسيس وين يطلب منك تحسب لينيرجي تاع السينيال ولو بويسونس تاع السينيال، وتعرف لازم تعرف واش من تيب دو سينيال استادير اترافير من لينيرجي اللي راح تحسبها. دونك جو فو رومارسي انفينيمون اي ا لا بروشين فيديو ان شاء الله. ميرسي بوكو.